قبل ما ابدا الكلام، هي الفيلم اللي يعرض الان هو 3 دقائق، هو سميناها الهويه اليمنيه، هو جزء من مشروع كبير اسمه الهويه، فان شاء الله يعجبكم وبعدين ببدا التفاصيل الفيلم. يلا شكرا. اتمنى انه العمل المتواضع هذا انه نال استحسانكم. شكرا. قبل ما ابدا، في شخصين ضروري اذكر اساميهم. عمر بزرعه، اخ وصديق، يعني الوحيد اللي معانا باصل من بدايه المشوار اللي بنقوم بها انا واخي امين الى الان، الى اللي وصلنا له الان، وايضا اخي امين الذي يعني دائما بيدعمني في افكاري وشريكي في عملي. ايضا الشيء احب اشكر الميوزك كومبوزر اللي اعطانا الاذن باستخدام الموسيقى في فيلمي، والاخ احمد الشيبه صديقي الذي عزف العود. طبعا انتم شفتوا الفيلم، هو لا يمثل الهويه ككل يعني اليمنيه، لكن هو مشروع بعد لازلنا نعمل عليه، والذي هو عاملين حسابنا انه نشتغل عليه لمده 2 سنين. بكلمكم الان كيف بدات الفكره حق الهويه. بدايه هو كان عباره عن فيلم 45 دقيقه، كنت انا بحاول اصور فيه اليمن بشكل عام. ما كانش في موضوع محدد لليمن، ما كانش في موضوع محدد للفيلم هذا. مع التصوير كنا عاملين السكريبت مبدئي، وبعدين قلنا بنطور بعد ما نخلص نوصل لمراحل الوسط في الفيلم. لكن في يوم قلت انا اوكي، بعد مرور 3 اشهر من العمل دخلت على اليوتيوب، بنا ادور على الافلام ايش الذي والله يعني ايش اللي موجود عن اليمن. بحثت عن في اليوتيوب عن مصطلح يمن، كتبت في اليمن، وتفاجات انه لقيت
يعني كمية كبيرة من الفيديوهات تتكلم عن اليمن بأسلوب سيء، تقارير إخبارية سيئة، تفجيرات، أفلام وثائقية تتكلم عن الفقر، عن الجوع، عن المياه، يعني بلاوي لا يوم البلاوي. وحتى الألعاب ما فلتولاش عليها، حتى ألعاب عملوا واحدة من الألعاب المشهورة عملوا لها مشهد في صنعاء القديمة وحرب وقتل ومن هذا الكلام. فهذا الموضوع حزاني في نفسي، قلت والله ما ينفعش، ضروري على اساس انه نعمل حاجه كويسه على الاقل، يعني نظهر اليمن للناس انه والله اوكي صح في مشاكل في البلد، في ازمات، في اوكي ما اختلفناش، بس برضو في اشياء جميله ما حد بيتكلم عليها. تكلمت انا واخي بالمشروع هذا، قلنا والله نش ندمج الصور والفيديو في مشروع اكبر من انه يكون فيلم 45 دقيقه. فقلنا والله خلاص في معنا مشروع، يعني طلعنا بعد الابحاث كثير وقلنا خلاص بنعمل حاجه اسمها الهويه اليمنيه، وهذه نشين عمل على حاجه اسمها توثيق لكل ما له علاقه باليمن، من الناحيه الثقافيه، من ناحيه المعمار، من ناحيه نمط العيش، اللبس، الاكل، الاشياء البسيطه التي يعني اي شخص ممكن يهتم فيها، واسميناها الهويه. فقلنا خلاص والله بنعمل هذا المشروع على اساس انه بيكون زي وي براند يمن للعالم. فبحكم شغلي في التصميم ولا ان انا بنشتغل في تصميم الهويات للشركات، قلت والله اعتبرت اليمن هذه زي الشركه، قلت والله خلاص بنعمل لها هويه، بنعمل لها لوجو لهذا المشروع، وبنعمل لها يعني خطه كامله ترويجيه انه والله كيف بنظهرها للناس، منها صور وفيديوهات وخرائط يعني معلومات. مشروع كبير لمده سنتين احنا عاملين حسابنا عليه. بالصدفه تكلمت انا والوالد عليه، ف يعني ما تفاجأنا انه اصلا ابي يعتبر من اوائل المصورين في اليمن، فتفاجأت انه ابي اصلا كان بيعمل هذا الموضوع من زمان، بس يعني باسلوب يعني اقل مننا، لانه يعني بحكم الوقت والمواد والانشغالات كان بيعمل على توثيق الازياء والاكلات بصور. فقلنا خلاص احنا الان بنكمل المشروع اللي كان ابي يشتي يعمله، اللي هو منظمه تعنى بالهويه اليمنيه، وندعمها بهذا الافلام والصور اللي الارشيف الكبير اللي موجود اللي بنصورها انا واخي وابي بالارشيف الكبير، وايضا الافلام، وعلشان يعني نظهر اليمن للناس انه والله فيها اشياء جميله، فيها اوكي ما اختلفناش، في مشاكل ما اختلفناش، بس برضو فيها اشياء، يعني على الاقل المواد التي تنشر في الشبكة الانترنت، في شبكة الانترنت او حتى في التلفزيون، يعني على الاقل يعني توازي شويه المشاكل اللي الفيديوهات اللي بتطلع اللي بتظهر اليمن باسلوب مش كويس، على الاقل يكون في حاجه كويسه تغطي على هذا الكم الهائل من التقارير. طبعا في شيء انا حاب اذكره لكم، يعني خلال الفترة التي صورت فيها هذا الثلاث دقائق، وهي سريعة الثلاث دقائق لكن هي استغرقت يمكن ما يقرب من 6 أشهر أو 4 أشهر يعني تصوير. التايم لابس هذا يعني خلاني أركز على أشياء احنا يمكن أنا نفسي ما كنتش أركز عليها، يعني برغم إني أنا أصور ما كنتش أركز عليها، ما كنتش أركز على إن في سماء جميلة عندنا، يعني الجو عندنا جميل، حركة الناس جميلة، الأشياء البسيطة، ابتسامات الناس، الأشياء التفاصيل البسيطة حق الناس العامة الذي ما لهمش دخل لا سياسيين ولا لهم دخل لا يعني كل هذه المشاكل اللي في البلد ما لهاش دخل، يعني هذا لو خرج الشارع بتحصل هذا، بتحصل الجو ما بتغيرش، بتحصل الناس هم الطيبين، هذا فهذه الاشياء احنا ما بنركزش عليها. فزي ما بتبدا يعني يومك مثل ما قال الاستاذ محمد بقهوه، انا عجبني انا ابدا يومي اتفرج للسماء، اشوف والله الجو حلو، اشوف اليمن جميله، في اشياء كثير جميله بس احنا ما ننتبه لهاش، حتى النجوم، يعني كان واحد من الاشياء الذي انا تفاجات منها انني ممكن اشوف درب التبانه في بمسافه بسيطه لما اخرج من صنعاء، ممكن اشوف درب التبانه حق النجوم كامل امامي وبالعين المجرده، ما احتاج لا كاميرات ولا احتاج اي حاجه. هذا مشهد يعني يقول لي فين احنا؟ اوكي، يعني هذا على اساس بيعطي دفعه ولو بسيطه انه والله الناس بتحس ان في شيء جميل في البلاد عندنا. بس وهذا المشروع. شكرا.